بارككم الله. في سؤالها الآخر تقول: والدي هداه الله يعمل ببقالة في دولة غربية، وفي تلك البقالة كثير من البضائع المحرمة كلحم الخنزير وما يسمونه بالبيرة وغيرها، وقد حاولت إقناعه من هذا العمل ولكن لا فائدة. والسؤال: هل المال الذي يجلبه إلينا حرام؟ وهل نكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به؟ علما بأن أسرتنا مكونة من أطفال ما زالوا صغارا لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، ووالدي هو العامل الوحيد، وإن كان حراما فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلم أن يبيع المواد المحرمة من خمر وخنزير وغيره من كل ما حرم الله، وإن كان المحل لغيره، فإنه يكون متعاونا مع صاحبه على الإثم والعدوان، وما يحصل عليه في مقابل هذا العمل يكون حراما. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقتصر على الكسب المباح. وأنتم إذا علمتم أن هذا المال الذي ينفقه عليكم أنه من عمل محرم فإنه لا يجوز لكم قبوله. أما إذا لم تعلموا أو كان الوالد له أموال كثيرة من المباح ومن المحرم، يعني مال مختلط داخل فيه شيء من الحرام، فلا بأس بالأكل منه، لأنه لم يتعين أن هذا المصروف من المال المحرم. نعم.